اسمي ملاك اللوزي، أعمل كمحامية في نقابة المحامين في طرابلس، كما أنني معلمة للغة العربية لغير الناطقين بها ومحاضرة في القانون في المعهد الشامي في طرابلس، كما أنني المسؤولة الإدارية عن مركز معا الشق الاجتماعي للمعهد الشامي لدعم اللاجئين السوريين وغيرهم. اليوم أنا هنا لأعلن عن فتح صفوف جديدة في معهدنا تعنى بالعمل الإنساني، تتضمن مواضيع تدخل في صميم عمل المنظمات الدولية سواء حكومية كانت أو غير حكومية، لما لها أهمية خاصة فيما يعاني فيه العالم اليوم في ظل المنازعات الدولية وغير الدولية. مواضيعنا ستنصب حول: أولاً، العنف القائم على النوع الاجتماعي. ما هذا المصطلح الجديد وكيف دخل إلى حياتنا؟ وما هي أنواعه؟ وما الفرق بينه وبين العنف ضد النساء؟ إضافة إلى ما هي الخدمات التي يحصل عليها المتعرض للعنف؟ ثانياً، حماية الأطفال. ما هي المنظمة الدولية التي تعنى بحماية الأطفال؟ وكيف يتم حمايتهم في ظل المنازعات الدولية وأيضاً من الإتجار بهم واستغلالهم جنسياً؟ ثالثاً، التعذيب. أي منظمة دولية هي التي تعنى بالتعذيب وعلى ماذا تنص؟ إضافة إلى ما هو موقع التعذيب أو ما هو وضع التعذيب في ظل القوانين الدولية والإقليمية وفي ظل القوانين الوطنية والقانون الجنائي الدولي، إضافة إلى قانون قيصر وكيف يصب على التعذيب. رابعاً، الاعتقال في زمن الحرب. ما هو الاعتقال وما هو الاحتجاز وما هو الفرق بينهما؟ إضافة إلى ما الفرق بين المحتجز والمعتقل في زمن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وما هو أسير الحرب وكيف تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على حمايته. سوف نتعرف أكثر على معنى الاعتقال الإداري وكيف يكون. هذه هي المواضيع التي سوف نتناولها وتكون محط دراستنا في الأسابيع القادمة. لكل مهتم في العمل في هذا الميدان خاصة في بلاد الشام، أدعوه للانضمام إلى صفوفنا لنتعلم أكثر وبالعربية جميع التعابير والمصطلحات القانونية والتقنية المرتبطة بعملكم. نحن في انتظاركم.